التحسن اللي تم الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت مبشر ومشجع على الاستمرار في الإجراءات. أمام حضراتكم خريطة مصر في المعدلات الإنجاب منذ سنة 60 كان 6.8، يعني كل سيدة في المتوسط أثناء مرحلة الإنجاب تستطيع أن تنجب 6.8 فرد أو طفل. حضراتكم تقدروا تشوفوا أن عبر تاريخ مصر من سنة 60 منذ بداية القضية السكانية لم نصل لما تم إعلانه من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أخيراً، نحن نصل إلى 2.5 طفل كمعدل إنجاب في للسيدة في عمر الإنجاب من 15 ل 49 سنة. ده ما كانش سهل وكان مجهود كبير جداً اشتغلت فيه قطاعات الدولة كلها، لكن الحقيقة مش ده المستهدف. إحنا نستطيع أن نصل إلى مستهدف أفضل من كده، وتاني ليس عدداً ولكن هذا للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وعلى التنمية البشرية الحقيقية المتمثلة في تعليم وفي صحة وفي تضامن وفي وظيفة وفي كل ما تعنيه من رفاهية للإنسان. هذا هو المستهدف، أن نصل إلى معدل الإنجاب الكلي إلى معدل الإحلال وهو 2.1. لكن طبعاً عشان نصل لكده هناك كثير من التفاصيل لابد من العمل عليها، وهي معدلات الأمية ومعدلات التمكين للمرأة ومعدلات الخاصة بالإعالة الكلية والمعدل الخاصة بالكثافة السكانية وتوزيعها على مستوى الجمهورية. يعني هناك أمور كثيرة تتحكم في المؤشرات الخاصة بالتنمية الصحية أو التنمية السكانية، منها العمل على عمالة الأطفال وأيضاً العمل على الحاجة الغير ملباة عن طريق تواجد الأطباء في أماكنهم والمشورة وأيضاً التوقف عن استخدام الوسائل القليلة المفعول، وده كله الحقيقة من خلال الخطة التنفيذية للسكان والوطن. هناك ايضا محاور، يعني سيكون هناك وقت كافي للتعامل من خلال اللجان المعنيه بالصحه بمجلس النواب الموقر، وهي ما هي الخطوات التنفيذيه وما هي معدلات ومؤشرات الاداء التي يمكن متابعتها من خلال المجلس الموقر على عشان نصل الى الاهداف الاستراتيجيه الوطنيه، سواء من خلال تغطيه الاطباء للحاجه الغير ملباه أو أيضاً للعمل على توسع في وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص والمستشفيات الجامعية وكثير من التفاصيل. وأيضاً تفعيل مبادرة الألف يوم الذهبية من محاورها المختلفة التي بدأنا بالفعل في المحافظات وحققت نتائج مبهرة في كثير من المحافظات، والتي منها معدل أو خفض معدل وفيات الأمهات ومعدل وفيات الأطفال حديث الولادة. وبدأنا بالفعل في التطبيق والتوسع في هذا المحور الهام وهو تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل طبقا للمعايير العالمية. في مجال الصحة الرقمية ومجال التحول الرقمي، وهذا أيضا كان من التوجه الذي تم تقدمه للمجلس الموقر، بدأنا بالفعل في التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالعلاج وتحليل البيانات الصحية المختلفة، سواء 100 مليون صحة أو البرنامج الخاص بالفايل المريض المرقمن وكل الخدمات المقدمة بشكل هناك في ميكنة وتطبيقات الأنظمة وتحليل البيانات من خلال استخدام خاصيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لأن طبعا نمتلك من البيانات الضخمة جدا من خلال المسوحات التي تمت في كثير من المبادرات الرئاسية، ما يتيح لنا أن نحلل هذه البيانات ونستنتج منها بعض النتائج التي نبني عليها كثير من القرارات للصحة العامة وأيضا منظومة التأمين الصحي الشامل.